بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نرحب فيكم احنا في موقع تطور وعمارة المسجد النبوي الشريف. لاحظ بالنسبة هنا اللوحة الأولى بداية بناء المسجد النبوي، طبعا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. طبعا هناك مراحل مرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تأسيس المسجد، فكانت أرضية المسجد ليتيمين من أيتام بني النجار، والذي اشترى قطعة هذه الأرض هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اشتراها بعشر دنانير من الذهب. فيعتبر المسجد النبوي أول وقف بالإسلام هو وقف لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد ذلك أول من سن سنة توسعة المسجد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فاشترى أرض التوسع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فزاد مساحة عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين تقريبا 1450 متر، فأصبحت مساحة المسجد 2500 متر. ثم هناك كانت توسعة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت في 1100 متر، ثم توسعة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي 496 متر، ثم توسعة في عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وهي 2369 متر، ثم توسعة في عهد الخليفة العباسي المهدي في ذاك الوقت طبعا تقريبا في عام 161 هجرية وزيادة 2450 متر، ثم توسع في العهد المملوكي عهد السلطان نصر أشرف قايت باي وهي زيادة مساحة تقريبا 120 متر، ثم في العهد العثماني اللي موجود البناء الآن حاليا من عام 1265 وانتهوا منه 1277 هجرية وزيادة مساحة تقريبا 1293 متر في عهد السلطان عبد المجيد العثماني رحمه الله. ثم هناك بداية التوسعة اللي هي السعودية وهي في عهد توسعة في هي التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصدر البيان عام 1368 هجرية وبدأ العمل في عام 1370 وانتهى 1375 وافتتح المشروع واستكمل المشروع الملك سعود رحمه الله. ثم هناك توسعة في عهد الملك فيصل رحمه الله في عام 1393 وهي من الجهة الغربية وزاد مساحة تقريبا حوالي 40 ألف متر مربع. الملك عبد العزيز والملك سعود رحمه الله توسعتهم زادوا مساحة 6000 متر مربع، الملك فيصل رحمه الله زاد توسعة تقريبا حوالي 40 ألف متر مربع من الجهة الغربية. ثم في عام 1397 هجرية كانت هناك حريق أمام باب السلام، فأصدر الملك خالد رحمه الله بنزع ملكية السوق كاملة وزيادة مساحة تقريبا حوالي 43 ألف متر مربع. ثم بدأت توسعة الملك فهد رحمه الله وكان وضع حجر أساس عام 1405، بدأ العمل في توسعة الملك فهد رحمه الله عام 1406 هجري بشهر محرم وانتهى العمل عام 1414 هجرية، زاد مساحة رحمه الله 82500 متر مربع، فأصبحت مساحة المسجد كاملة داخلين 98500 متر مربع والسطح 67000 متر مربع. الساحات الخارجية هي المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي موجودة الآن وهي 235 ألف متر مربع. فكان تطور عظيم جدا كبير في توسعة الملك فهد رحمه الله المسجد النبوي. أصبح المسجد طبعا السقيا، طبعا سابقا كانت مياه تحلية، الآن السقيا تأتي من مكة 120 طن أو 150 طن يوميا من مكة، يأتي في موسم الحج ورمضان 250 إلى 300 طن يوميا تأتي من مكة. عندي بالجهة القبلية موجود خزانات ماء زمزم تقريبا حدود 800 طن تحت الأرض، تدخل داخل المدروم يتم تبريدها ثم توزيعها داخل المسجد بترامس. مناطق التوزيع جهة باب عمر بن الخطاب الداخل، أيضا نقطة التوزيع الثانية في جهة باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتوزع يوميا تقريبا أكثر من 13 ألف ترمس ماء زمزم. طبعا عندنا بالنسبة للسجاد يتم فرش السجاد أكثر من 10000 سجادة في المسجد، عندنا مغسل السجاد على تقنية عالية أمام مسجد القبلتين. طبعا عندنا بالنسبة للكهرباء للمسجد هناك أربع احتياطيات غير الرئيسي، فاحتياطي الأول محط طريق المطار، احتياطي الثاني خلف الفنادق بالجهة الغربية، احتياطي الثالث في المحطة المركزية، موجود هناك تقريبا ثمانية وليدات كهربائية تولد مدينة كاملة، فأنا محتاج من الثمانية واحد فقط. كذلك عندي الاحتياط الأخير بالبدروم، هذه يتم تجربة شهريا بإغلاق الرئيسي ثم التحول للاحتياطيات والتأكد من العمل لإضاءة للمسجد. عندنا كذلك بالنسبة للتكييف يأتي المسافة 7 كيلو، هناك المحطة المركزية موجود هناك 6 شلارات للتبريد، حاليا احنا الآن مشغلين 2 و4 احتياطي.
أيضا نقطة التوزيع الثانية في جهة باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتوزع يوميا تقريبا أكثر من 13,000 ترمس ماء زمزم. طبعا عندنا بالنسبة للسجاد يتم فرش السجاد أكثر من 10,000 سجادة في المسجد، عندنا مغسل السجاد على تقنية عالية أمام مسجد القبلتين. طبعا عندنا بالنسبة للكهرباء للمسجد هناك 4 احتياطيات غير الرئيسي، فاحتياطي الأول محط طريق المطار، احتياطي الثاني خلف الفنادق بالجهة الغربية، احتياطي الثالث في المحطة المركزية، موجود هناك تقريبا 8 وليدات كهربائية تولد مدينة كاملة، فأنا محتاج من الثمانية واحد فقط. كذلك عندي الاحتياط الأخير بالبدروم، هذه يتم تجربة شهريا بإغلاق الرئيسي ثم التحول للاحتياطيات والتأكد من العمل لإضاءة للمسجد. عندنا كذلك بالنسبة للتكييف يأتي المسافة 7 كيلو، هناك محطة المركزية موجود هناك 6 شلارات للتبريد، حاليا احنا الآن مشغلين 2 و4 احتياطي. توسعة الملك عبد العزيز رحمه الملك سعود رحمه الله يسمى التوسعة السعودية الأولى، هنا توسعة الملك فيصل رحمه الله مظلات، توسعة الملك خالد رحمه الله، الجدار القبلي للمسجد وهذا طبعا من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فنلاحظ بالنسبة للمنارة هذه والقبة الخضراء، هذه بنيت في 892 هجرية، ولونت القبة باللون الأخضر 1253 هجرية. طبعا لاحظ هنا أيضا توسعة الملك عبد العزيز الملك سعود توسعة السعودية الأولى، هنا توسعة الملك فهد رحمه الله، وهي طبعا نلاحظ بالنسبة للأعمدة عمق العمود نزولا تحت 50 متر، من قوة أساسات المشروع يتحمل دور ثاني بنفس التصميم، حديد الاستعمل سماكة 40 ملي. طبعا عندنا هنا المظلات والشمسيات الداخلية الخارجية، الشمسيات الخارجية 250 شمسية، 250 عمود، الشمسية الواحدة مساحتها 500 متر، الخارجية مصنوعة من نسيج يسمى التفلون ضد الحريق وضد الرطوبة، من قوة الشمسيات تصعد العمال فوق لعملية التنظيف، طبعا الصناعة الألمانية والتقنية الألمانية. هنا عملية إغلاقها، إغلاق الشمسيات، أقدم مئذنة عندنا هذه اللي فوق باب السلام من 706 هجرية إلى وقتنا الحاضر. طبعا عندنا هنا بالقبة الخضراء موجود نافذة في نفس القبة، هذه النافذة مغلقة الآن حاليا، وهي سابقا كانت تدخل الشمس منها إلى داخل النافذة القبة الصغيرة إلى داخل الحجرة، فهذه مغلقة حاليا. عندنا القبة الرصاصية هذه فوق المحراب وهو محراب عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمامي، عندنا هنا لاحظ محراب عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا طبعا سابقا كان يصلي محراب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحد توسعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عندنا الكتابات اللي داخل المسجد هذا بالجدار القبلي، هذه خطاط تركي اسمه عبد الله زهدي أفندي، خطة في عام 1265 هجرية وأخذ فيها 3 سنوات وخطة بخط الثلث. هنا بنلاحظ الروضة، طبعا الروضة المحراب اللي موجود في الروضة حاليا هذا وضع في 888 هجرية، مكتوب التاريخ خلفه أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايد باي 888-1483 ميلادي. طبعا هنا مصلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، هنا مكتوب الأعلى هذا مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الاسطوانة بالخلف هذه تسمى الاسطوانة المخلقة، الخلوق أفضل الطيب في زمن عمر بن عبد العزيز كان يطيب هذا الموقع ومصلى الرسول عليه الصلاة والسلام. موقع العمود هذا كان موجود في جذع النخلة التي كان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخطبة، وبعد ذلك صنع له منبر من خشب طرف الغابة له 3 درجات، وبقي المنبر هذا إلى عهد الخليفة الراشد طبعا معاوية رضي الله عنه، فزاد بعدد الدرجات إلى 9 درجات المنبر، وبقي المنبر النبوي الشريف إلى حدوث الحريق الأول للمسجد النبوي في 654 هجرية. ثم بعد ذلك كان بعد ذلك منبر صنعه ملك اليمن من الخشب وارسله للمدينة، وضع في 656 هجرية. ثم الظاهر بيبرس رحمه الله حينما أزال المدينة وضع منبر مكان المنبر الذي وضعه ملك اليمن في 667 هجرية. ثم البرقوق في ذاك الوقت أحد سلاطين المماليك وضع منبر بدل الذي وضعه الظاهر بيبرس وهو في 797 هجرية. ثم بعد ذلك وضع في ذاك الوقت السلطان المؤيد المملوكي شال المنبر السابق ووضع منبر في 820 هجرية، وبقي المنبر من 820 إلى حدوث الحريق الثاني للمسجد النبوي في 886 هجرية في 13 رمضان، أتى الحريق على المنبر فصنع منبر من الرخام صنعه السلطان المملوكي النصر أشرف قايت باي في مصر وأرسل إلى المدينة ووضع في 888 هجرية، وبقي إلى عهد السلطان مراد في ذاك الوقت في العهد العثماني.
نقل المنبر السابق ووضع المنبر الرخامي ووضع في مسجد قباء، وبقي في مسجد قباء من 998 هجرية إلى عهد الملك فهد رحمه الله عام 1408 هجرية، وموجود عند الأخوان في الشؤون الإسلامية. طبعا المنبر اللي موجود الآن حاليا مكتوب التاريخ بالأعلى، وهو من 998 هجرية إلى وقتنا الحاضر. غير فقط الباب، وكان سابقا باب باللون الأخضر والأصفر، غير بالباب الموجود الآن حاليا. طبعا هنا بنلاحظ المحراب النبوي اللي في الروضة، طبعا هنا مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا سابقا. هنا بين العمودين هذه كان موقع طعن عمر الخطاب رضي الله عنه حينما كان يصلي الفجر، فطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فطبعا طعن رضي الله عنه في الموقع بين العمودين هذه. هنا نلاحظ بالنسبة للحجرة هذا الباب اللي يؤدي إلى داخل الشبك، حجرة نبوية تخطيطا بالشكل هذا. أرضية الحجرة، الحجرة النبوية كانت للحارث ابن أرضية الحجرة كانت للحارثة بن نعمان الخزرجي رضي الله عنه، تبرع به للرسول عليه الصلاة والسلام لبناء سكنة لزوجاته، فبنى عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين حجرتين لعائشة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة رضي الله عنها في مؤخرة جوار المسجد من الجهة الجنوبية الشرقية، لأن القبلة كانت لبيت المقدس، فكانت الحجرات من جريد النخل وعليها مسوح الشعر. حجرة مساحتها 7 أذرع ب10 أذرع، 3.5 متر ب5 متر. ثم بقيت الحجرة جوار المسجد، توفي عليه الصلاة والسلام وفاته خارج المسجد في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على سرير خشب متواضع، فالصحابة رضوان الله عليهم غسلوه عليه الصلاة والسلام، غسل بدون تجريد ملابسه عليه الصلاة والسلام. فالذين غسلوه عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين في ذاك الوقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والفضل بن عباس رضي الله عنه، وشقران مولى الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وأسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم ما صلي عليه عليه الصلاة والسلام جماعات جماعات بدون إمام، فبدأ الرجال ثم النساء ثم الصبيان. فبعد ذلك احتاروا في قضية الدفن، هل يكون الدفن في البقيع؟ فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبض. فأبعد السرير وحفر في موضع هذا السرير القبر لحد نزولا، ثم الدخول إلى الداخل. القبر رملة حصبة حمراء مسنمة مثل القبور الموجودة في البقيع. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل وفاته أوصى بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدد الحجرة لعائشة رضي الله عنها وبناها لها من الطين اللبن. ثم بعد ذلك لما أصيب عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يستأذن عائشة رضي الله عنها بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام، فأذنت عائشة بذلك رضي الله عنها، فقسمت الحجرة جزئين، جزءا لها وجزءا للقبور، وبقيت الحجرة على بناء عمر. ثم صلي عليه عليه الصلاة والسلام جماعات جماعات بدون إمام، فبدأ الرجال ثم النساء ثم الصبيان. فبعد ذلك احتاروا في قضية الدفن، هل يكون الدفن في البقيع؟ فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبض. فأبعد السرير وحفر في موضع هذا السرير القبر لحد نزولا، ثم الدخول إلى الداخل. القبر رملة حصبة حمراء مسنمة مثل القبور الموجودة في البقيع. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل وفاته أوصى بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدد الحجرة لعائشة رضي الله عنها وبناها لها من الطين اللبن. ثم بعد ذلك لما أصيب عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يستأذن عائشة رضي الله عنها بأن يدفن جوار رسول عليه الصلاة والسلام، فأذنت عائشة بذلك رضي الله عنها، فقسمت الحجرة جزئين، جزءا لها وجزءا للقبور، وبقيت الحجرة على بناء عمر. فبقيت الحجرة خارج المسجد وفيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله. في عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله كان أميرا على المدينة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فتوفينا جميع أمهات المؤمنين رضوان الله علينا جميعا، فأصبح الناس في صلاة الجمعة يزدحموا ويدخلوا داخل الحجرات. فطلب الوليد من عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالتفاوض والتوسع من الجهة الشرقية، فأزال عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميع الحجرات إلا حجرة عائشة رضي الله عنها، أبقاها جوار المسجد. وكانت الحجرة على بناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الطين اللبن، فتصدع الجدار الشرقي وسقط، فأعاد بناء الجدار والحجرة، وبنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحجرة من الحجارة البازلتية وأغلقها من جميع الجهات وسقفها بخشب الساج. حماية لها بنى هذا السور، وهو جدار خماسي الشكل ارتفاعه 6.5 أمتار، وهو من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل مشابه حجارة
هذا الجدار خماسي الشكل، ارتفاعه 6.5 أمتار من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل، مشابه حجارة الكعبة المشرفة، مغلق ليس له باب، وسقفه بخشب الساج، فأصبح بينك وبين قبر النبوي الشريف جدارين مغلقة، لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من عام 90 هجرية لما انتهى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إلا في 5 شوال 881 هجرية حصل تصدع هنا، فشهد أن بالركن الشمالي الشرقي، فشهد أن الجدار الشرقي الذي سقط في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مائل ومنسند على الجدار الخارجي، فاجتمع الوالي والعلماء في الروضة وقرروا إعادة بناء جدارين، فتح الجدار الأول وفتح الجدار الثاني، فانكشفت الحجرة من الداخل. فكان من ضمن اللجنة التي دخلت إلى الداخل صاحب كتاب وفاء الوفاء نور الدين بن علي السمهودي، يقول رحمه الله: أولا الحجرة ليس لها باب ولا نافذة، ثانيا أن أرضية الحجرة رملة حصبة حمراء ندية ليس لها غبار، أن الحجرة أرضيتها رملة حصبة حمراء ندية ليس لها غبار، وأن القبور لا يكاد يرى تسليمها إلا قليلا مع الزمن هابطة. ثم يقول أن مستوى أرض الحجرة ينزل عن مستوى أرض المسجد بمسافة 1.5 ذراع 60 سنتي. فبعد ذلك أغلق الجدار الأول وأغلق الجدار الثاني، ثم يقول أيضا أن الحجرة مساحتها 7 أذرع ل10 أذرع، ثم أغلق الجدار الأول وأغلق الجدار الثاني، شالوا السقف اللي موجود على الحجرة الخشب، وبنوا مكان قبة نصفها من الحجر الأبيض ونصفها من الحجر الأسود، وكسيت كاملا بالجص باللون الأبيض، وجعل في القبة من جهة القبلة نافذة، فالنافذة هذه لدخول الشمس وتهوية للحجرة. أغلق الجدارين، لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من عام 881 إلى يومنا الحاضر. فنشاهد دخول أي رئيس دولة، أي مسؤول، هو من الباب هذا، ويسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها، اللي هو الباب هذا، يدخل من هنا وقت زيارة رئيس دولة، نعم، وقت الصيانة يدخل من الباب هذا ثم الباب الثاني، ثم يأتوا بالأمام يسلموا أمام الستارة الخضراء، ثم يرجعوا مرة أخرى ويخرجوا. فبينهم وبين القبر النبوي الشريف جدارين مغلقة، الأول ارتفاعه 6.5 أمتار والحجرة نفسها 3 متر مغلقة، لا يمكن رؤية القبر النبوي الشريف ولا رؤية الحجرة إلى يومنا الحاضر من 881 هجرية. فلاحظ هنا بالنسبة للروضة، الروضة مساحتها 22 متر في 15 متر التي يصلى فيها الآن حاليا، لكن حسب الحديث النبوي الشريف ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة 26.5 في 15 متر، لأنه 4.5 أمتار داخل الشبك هنا في الداخل. فنلاحظ هذه صورة حقيقية من داخل الشبك، فهو دخول أي رئيس دولة يدخل من الباب هذا، ثم يأتي أمام الستارة هنا بالأمام ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه. فالناس العادين يأتوا يسلموا من الأمام، فالناس يأتوا يسلموا من الأمام الفتحة هذه على جهة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه. فالمسافة بينهم وبين القبر النبوي الشريف تقريبا 7.5 متر، أما من الداخل هنا تقريبا حدود 1 متر إلى 1.25 متر من الداخل، فهو يشاهد الدوائر هذه، هذه حدود السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. فبينهم وبين قبر النبوي الشريف جدارين مغلقة، هنا موجود صندوق خشبي، هذا وقت الكنيس يحرك يمين ويسار، فمدخلينه ومغطينه بالستارة، ويسمى صندوق الصندل، هذا كان يعجن فيه طيب الصندل بالعهد العثماني ويطيب الموقع بطيب الصندل. فبعض الناس يظن أن الذي يدخل داخل الشبكة هذا أنه دخل الحجرة، هذا غير صحيح، هو دخوله حوالين الحجرة، فسلام أنت تسلم من الخارج ويسلم من داخل الشبك. فحقيقة يعني تقريبا الصورة، المدارس والجامعات فيها سور، هل معناه إذا دخلت سور المدرسة أو سور الجامعة أني دخلت الفصول والإدارة؟ أنا دخلت السور الجامعة وسور المدرسة للمدينة عن طريق ينبع مكتوب التاريخ بالأمام ومن الخلف، أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايت باي 888-1483 ميلادي. نلاحظ اللوحة الفضية الموجودة الآن أمامنا من عام 1026 هجرية، وكتب وهي من عهد السلطان أحمد الأول، كتب بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إن بعد ذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ثم بعد ذلك دعاء إلى، ثم بعد ذلك لاسم السلطان إلى جده السادس. فهذه هي حقيقة الحجرة، لكن أقدم شيء عندنا بالمسجد النبوي هي المئذنة هذه فوق باب السلام من 706 هجرية، القبة الخضراء والمنار اللي جنبها من 892 هجرية، لكن لونت باللون الأخضر 1253 هجرية. بنلاحظ هنا الاسطوانات اللي موجودة في الروضة، وهي اسطوانة عائشة رضي الله عنها، وهي ثالث تقريبا حوالي
تقريبا 6 اسطوانات تشاهد، السابعة من الداخل لا تشاهد. طبعا هذه اسطوانة عائشة رضي الله عنها، وهي بداية تحول القبلة، صلى عندها عليه الصلاة والسلام لمدة 3 أشهر، ثم تقدم المحراب النبوي اللي موجود في الروضة حاليا، وهي تحرى عندها إجابة الدعوة. هذه بالنسبة لاسطوانة عائشة رضي الله عنها. اسطوانة أبي لبابة واسطوانة التوبة التي ربط نفسه فيها أبي لبابة رضي الله عنه، وأيضا ربط فيها ثمامة بن أوثال رضي الله عنه. أيضا اسطوانة السرير الموجودة الآن، هذه جوار الشبك، وهي 3 اسطوانات ملاصقة للشبك، اسطوانة السرير واسطوانة الحرس واسطوانة الوفود. اسطوانة السرير، السرير كان يوضع للرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاعتكاف بالمسجد. اسطوانة الوفود وهي الحرس اللي موجودة الآن، وهي المكان اللي كان يحرس الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت آية والله يعصمك من الناس قال ليس لي بكم حاجة، وتسمى أيضا اسطوانة عريب الوفود عليه الصلاة والسلام. ثم اسطوانة المخلقة وهي خلف المحراب النبوي في الروضة، والخلوق أفضل أنواع الطيب في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان يطيب هذا الموقع بطيب الخلوق، وهي مكانها كان جذع النخلة التي كان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخطبة قبل ما يصنع له منبر. هذه حقيقة بالنسبة للوضع المسجد وبالنسبة للروضة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.